إنه نرجع شيخنا الشيخ محمود الشيخ حسن أبو طلحة، ونحن نوجد دونا كلمة إن شاء الله أن رجينا إن ننفع له وأن كعمل في الله. كلمة واحد كسب سنتهاي ما دام بشي رمضان أن وصف الله ذا هاي بشهادة كسرنا أي تاي شعبان أن هدي عن ضد مسلمين عن هنا أي لقام مارمان تهي إن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل كأنه وافقه أن سيب مركا موكا لقرانو وحيالها نلكر ريبي يو وحيالها نلفري وحيابها نوبانان بشا شعبان دحذي ذا iyo waxyaabaha aan sunnada ka mid ahayn ee dadku ay hadda sameeyaan oo caadaysteen ayaan sheekha maanta wacaysanay insha allah inuu kelimad naga yiraahdo saa la socotaan caadooyin badan oo diineed oo aan sunnada waafaqsanayn bay ummadeenu aad ugu dhaqmaan dabaaldegyo badan iyo xaflado badan bay sameeyaan oo intaa mid ka mid ahaan sunnada aan kusoo aroorin waxaa marka laga maarmaana qofka muslimka inuu garanayo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam diintiisa iyo axkaamta maxaa banaan maxaa banaanayn maxaa laga reebay khaasatan bil walba markay dhalato waxyaalaha bidaa ee kusoo arooray ee maaragtay dadku ay sameeyaan iyo waxyaalaha sunnada ah ee sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam in la sameeyo ay tahay in la kala barto marka sheekheena insha Allah u banayn doona biin Ilaahi Ta'ala Sheikh Maxamuud Sheikh Xasan asaga noo faahfaahin doono bisha hadda aan ku jirnay maanta lixda ama shanta ah ii sheegeen waxyaalaha dadka ay sameeyaan wixii sharci ka waafaqay waxaan ka waafaqsanayn insha Allah Sheikh Maxamuud Abu Talha soo dhawow jazakallah khayr assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu Ilaahi Raxmaan Raxiim إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد وحرم الحين يا ضمان المشايخ والعلماء إياد تقولك كتيرا شيخ حسين جوليد جزاه الله خيرا وحفظه الله إياه ولعلها مامك كان خير كأي وناجة ومد أسره قديمة ليلا ونهارا ما أنت بنوع لنا يا إلهي مهدي سكدي سبحانه وتعالى ثم كلمة أيامكم بقعوني محاضرة ما أها كلمة معينة وعي كسا سنان رمتا سيدا الشيخ الشيخي نعمة وين الله نور قلي سبحانه وتعالى نفحات سئي خيرات سئي بركات سئ وألا نوفي سبحانه جل وعلا إن زدو سنه وأنا قابلنه وأنا صيرك لدينه ربي نو جليلي اي ارجبي لو سودي بي او نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم حدبا كلمه وحي كتكم نام دورتا صدح قيمو قيمت الكوبات الهي رحمات كيسا هي مساحات تؤلوش لي قدوم كولا ايان كذا هم يدونا بالله سبحانه وتعالى من قيمت الله وحن كب عندنا إن شاء الله تعالى نور حديث وقصة أروري فضل بشان شعبان أيام وحكة المامي دورا إن شاء الله
قيبت رغضاً بيسا وحا وحكاد هيدونا قائدة قوت ومرك ورات المرامة إيسا الاتباع وعدم الاتداع إن سنة نبي الله قفصر صلى الله عليه وسلم وأن وحدة ديت الله قدرين فاصل وأن رائع دونا أحاديث قيبك مدى ضعفة ومرك الذي يشده إلهي وحان كبري سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أي الإلهي وزيتني سبحانه وتعالى قيت كوبان الله رحيم بعباده ألا أدو مديسة ومدعون حريص نظر سبحانه وتعالى أكل بذبدلا مواسمك هي واختيارة هي بلها مالمها ساعرها وقبش أفليي سبحانه وتعالى إن أي لا إمامان وحو أمري كبن الله نافو بنبتو ذا كل ابن آدم خطاء هذي بن آدم كجذبنا أوليهي الله وحو دياريي أصبابي أن كربح لهين عذر كنه لعين كل داء له دواء عذر لأركنا وحو ليهي داو بلا هو الذي يطرم برور 12 شهرا وحاكم إذا منها أربعة حرم أفر بلاد طاحر مرء وهذا رجب تنقضى معطي أي كتشتي أيا كاملة وما الماء وبلاد تبوني أحرم الأسيي سبحانه وتعالى بلاها وحاكم إذا بشا شعبان وأيضا فضل بلالة إلهي من قبوشا نوفي بيي أن قدون سنو وحاك الله كميرا بيش كحر تؤو أبيش رمضان وما أضراكم محاين رويتي بيش يقيمها إلي لحي وحاك الله كميرا قبوشا نوفي بيي بيش شوال لحظة مع الموضي ونرغن أمرئنا صلى الله صلى الله عليه وسلم أبدا هرية وغسل الطعطة وشوال ذي القعد وأشهر الحرم كل جلتة هي ذي الحج وبشي المواسم في حجة قولي يدا أهي هي فعلي يدا إنت ومكا عيدا عيشو كذبنا بشا ليلة ومحرم وبشا كبال الإسلام كأه وأيضا رأيك بشا أرطة ذي الحجة أي كل جلتة أكبر أهان إتاس أو بلاد الله سبحانه وتعالى ونوغا نحصلي ونوغا صو نحصاري ارتب الله اللبية طلنك ايو نوغا صو نحصاري كل ذلك الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده الدومي سوى مكتعل وودود سبحانه وتعالى ومن إلالية وحفير الله سبحانه وتعالى وذلك إليهي خير كأي جنبه أي ربي أدو مديس مؤمنين تأ صالحين تأ موحدين تأ أي لتعلي سبحانه وتعالى كل ذلك براس وبلا إله خير روحي هذه بلا الله قصة وصغر الله صلى الله محل هذا أصبع هذه الله صلى الله وحدوكته ما لم تجم أبا وأصبوع عيد يرأي مسلمين إليه كأصبوعها ومالك آدم لأبوري ومالك جنب لجليه ومالك لغسو صاري ومالك أدوية لعيدانته ومالك فضل بلن أو ولاك بلن مسلمين تنقيمة بلن أغفر لله هذه لغسو طلع ولسو آدو الله إمامه مالمها محاكا بلن أسبوعي وحاكوشي رئيسين أسبوعي وحاكوشي رخميس إلا صامو أخيك لبط صلاة والله سبحانه وتعالى نبي نيسى أمره صلى الله عليه وسلم نبي قناء أمد نيسى في أمره محاكوش رئيسا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ربنا الماضي أحماش كر الواقع أنا قدوه كمسلم كنين قدوش الله وفرين أيام بالوالبا صدح ما المضى لغا صوما
أيام الضيبة ليلة هذا سبعي طبنك بالوالبا إسلامك أفري طبنك يشري طبنك وأقول لبو في دين اليوم وأعماشا خيرك كالسل بولي هاي يوم عرفة سنة كيلة صورنا في إيا متى صورة صورة لبقونا في عشورة سنة صورة كيلة صورنا في لبقونا في وهكذا أي إزدبس علانا إلهي رحماتي سه إيا نفتحاتي سه سبحانه جل وعلا فالفجري وليالي العشر والشفع والوتر طبعاً كما الموت الشهر ذي الحجة أبوه الرئيس السيد حلق بضم وإلهي وكل أرطيب وحي تلمامي فأتلمامي يعني حديث قاركوب ما المعمى لإمامه تقرب إلى الله اللي قد وعده أي الرسول الله وافقسا مجر عمال مكفة ببضم أي نبه تلمامي صلى الله عليه وسلم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر رمضان كان لقد أحقرني وحين كفر ببضان سهي أضوء ما بيسمي لمسهي نوئي سجيت السراء جمع رسا عبا كجبت لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي ما وافقه عبد المسلم أو عبادة كجرة إلا أعطاه الله إياه إلهي وحسيا وحى الله وحسيا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك يا إخوة مدام ما وافقت خيرك إلهي النوشي سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى وكما قلنا ما يستي بشان شعبان خيرك بضم ولذلك أي أخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحيدها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما من شعبان روايك وحيلا وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان أخرجه البخاري إذا وحديث صحيح من حديث عائشة نبي صلى الله عليه وسلم مغوءها محوسة ميجري بشا شعبان هديت ما ضو نبي واسيومي تري إلى أنه كان هنا نترى عائشة ماذا أفري دونه وأفري تري إلى أنه كان هنا ماذا سومي دونه بمعنى نبي صلى الله عليه وسلم وقت دونه واسيومي تري وقت وضعنا وأفري كلي وحيلها هي عائشة وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل الصفاء لما يسر الدل أنا كنت وادي هنا روايات كلا فقصير أيئة أنا كنت وادي بيش شعبان وما رأيت أكثر صياما من شعبان إذا أول سنة وأن نبي كرد ينينه صلى الله عليه وسلم موشير السنة متابعة قصة النبي وإنا نصنه سنك سنة لآ كذلك أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحينها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وحينما عائشة نبي صلى الله عليه وسلم بشي أغضى الله نبي أسلمي كرة رمضان هاي بشي أنبي هاي انت بضوى أسلمي كرة نبي أن عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيحين كان يصوم شعبان إلا قليلا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم ما رجع إلى رمضان الموت هكراه رمضان الجرسة معلمها يوم الشك اللي يلعوي إخوة الأعزاء إن رجل الحنبلي في لطائف المعارف وعوكله كما في لطائف المعارف والصيام في شعبان كالتمرين على صيام رمضان بشان شعبان إلا صوما معناه أنه في قرار على شق يتسير كل لين ذاتك عيارة ذاتك
جميع سمايا مش أب يوحى الله متى يجوا سمايني والقارة شركة أيا الله كرول أيا هذا دور وريد ولا سوء أرضا ابنها أيا الله نكاشيا شركة فكو إيجيسو وفتي على قبصره وديبو كرول هذا أديك الله حبناها أيا كدود أيها المرء تدردد والصيام في شعبان كالتمرين على صيام رمضان وأدي الجرو هي إتسيكولين هي نفط أول إدبينيو نفط أول بريو في أوس رمضان إيمان أيضا نفطي على واحد أي عسك بوعدو فكما شقه هي كلفة هي نب أي مكاك لكل ميساء تذكر قطو عسيد ريميا معانك صوتك حلاوة الصيام الصوم كان معانيسة أي يصيب درينا يا مكاتا رمضان بإيمانا يا أصبه النشاط جوف أصبه لي أي مكا إيمانا يا شعبان رمضان كيبو لكن المقدمة لرمضان وهو مع لاصب يا القلوب يو بش رمضان ولذلك بأقلوب الوحيدها بش ما يضع خير كإلا الضبيو ما دام أوه صوم كبال وعمري سيد النبي أركيمه صلى الله عليه وآله وسلم سيد أوكري ليش أنا يلا إلا الصوم ما بيشكر رسوء هاي بالخرماء هي بيشكر كدن بيسوء بالخير مرم لبدا برد أبو حيسا شعبان بين رجب وشهر رمضان تدرد تغفل الناس عنه دفتوا لغيبا إليه إليه المامان ترفع فيه أعمال العباد نبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة نبي صلى الله عليه وسلم وحاج أراضي إن عمل كيد كرل وقامه وأنا قائم كترفع فيه أعمال العباد وبشأن يبقى بحيث إن رجب من الأشهر المحرمة يعني بلها حرمضة دلك إيا إلا إزدلو تقابل حتى الجاهلين الكوتين الكوتين كلان أي كتبتي رمضان ومن الشهور المعظمة وبلها الوينيو تبقى إن بدن أو كاملة وإن المامي كران مركات عرفتها سيدة لغو بلالوكي حرم علينا يا كلمة إن معنى هذا إيا الدلوع هذا إيا وركا محل مرتديسة إلا فهمنا رجينية هربعي هراء وحي أهل خيرات إلى كفاء يسنو أحاديثنا وقضت كان إلى بابه وحي تلمام إساء بشا أيضا أفضلق أيضا حي لذلك ما يطرع الله سبحانه وجل وعلا وحوط الأعضاء إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاع سلسلة الأحاديث الصحيحة أبين كان محل هذا النصف الليل من شعبان الله يا سبحانه وتعالى طال عضا وصفاتك أنصاص كل رمينينا من عقيدة أهل السنة والجماعة وحاكملة إلى إسكت المامي إن الرمي حقيقة كيف يبيدنا إن أصغى اللودة أيو سيدو من أيها كاملة أصغى الرجين أيها دون الدين أيها ذبك صفاتك ألا بحجل أيها إذا يصدى صماءهم الله وطلسوا الشرقين أبدا غيري أصغى شرع حديث أين الله ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله يا كابن بضن يا كجهل بضن ومن أجهل جهلا يا كعقل حل وأطرف عقلا يا كباب من بضن وأضل سبيلا وفي رمضه كان أين الله مركو عدلي كذب في شريعة الوسر بشيء إلي بنام تهي مركو عدلي كذب منك يرمض نارا رمضه كرو يا كالجهر بلن تضرادت الله سبحانه وتعالى تفاكي تساطا نؤر مينا وحلنا هي الاستواء معنوم عند العرب
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والوجه معلوم والكيفية والكيفية مجهول واليد معلومة والكيفية مجهول وكذا. بارك الله سبحانه وتعالى كتابي سضب الله ضبطني الله سبحانه جل وعلا وعود من أعطى هذين كاسي قف كستا أي عود من أعطى أولهين مشرك أما لوقف وأكد حيث المخاصمة هي مشاجرة هي مشاحنة هي دلال هي عقدة الله سبحانه وتعالى لمدى ذنب أمنا وعالنا أن يذنب إلي حتى يصطلح انت اي كسر يشين يعني حديث اسي روايات كما صحيح كأ اذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده الا لمشرك او مشاق كما في سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني رحمة الله تعالى عليه. سلوك اخرجه البيهقي في شعب الايمان والطبراني في الكبير وحسنه الألباني من حديث أبي ثعلبة القشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. عليك النصف ليلة الشعب من شعبان ما كنا جاره إلهي ما طال عبقه إيقا وعودا فمؤمنين وحالوك تتقيري يا جالبا وحاصل لقتنا لبدا قف ضد إسوها إيسا إلى أي تكرا كيشيان أما عودا أي كتقان غاية الأمر وركا مكي لصاد ودوله إيا أشيدد إيا هدفك إيا ضمطة أن دوني إنه إن أنبرتي أنكفها منه مرادك ربيا هي أشيدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاول عبادنا إلا الضبيع عبادنا إلا الضبيع صانك إلا الضبيع قرآنك إلا الضبيع سبقنا إلا الضبيع وحي عبادنا قلنا جعامه لقنا الصدو حقدك حمانك قبليك هي وحا أمدك لجيليا هذا أي أول حمد جالسين يا هدف يأتدري أنه كالحين هذا واحد يعني قصة قرنه لو كان حديث فضل بشان شعبان هي حكمة كتب تأؤه إلا كرارقاته أما الله تسي كروليه أما نفت الله في تربيه لا في تربيه بش رمضان صوكا لابو تربية دا صوكا بالنّي بذ رب لنبا وحيكو صوكران شريعة الإسلام كوحاكا من أهيه مع الأصل مع أن الله سبحانه وتعالى آيات أدن بيستيسير علماء قيل كاملة أي كوفة كراء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أردت أصيب لبع الرموض بانكو إشارنا بإذن الله سبحانه وتعالى قلت النبي محمد قال لغب بين أبوك وخطرت أيلاك من كذب التواتر ويعليك من كذب التواتر وعليك ما يستحيل تواطؤهم على الكذب وحقنا الصوت الجل أهين إن يبدأ وفقان طبق عن طبق يعني درجات أصعريان من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحرمهم قفك تهواتري وأنك إيتيريا باطئ الناس كلها وأبياره أسألنا هودي القروب أي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم أبورته وذنوبك ووين أي يكجبك نبي لسيت عليه الصلاة والسلام أي زود اللوتشيري ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. هذا النبي محمد عليه الصلاه والسلام هذا ناطر الله إله وعلى حياة وحانا أنك كوشي وأنك أمر وحانا كبهن هذا أنك ناطر الله حينك ومهدي جسية أيانك قبل الله. لكن بلغ الرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. رب يا عزيز سويك لجيبي ذات جارتي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حتى ما لجارتي أدام أنا قلت مليم واجك ما لم تدني فكأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغبر أبوته ووحو سنفيه لذاتيه الله مشباريه وذنوبته وهوي خبتروا خلق كامرك وإن لغبر يا لغة. ولذلك ذا محدثين توحي مهان حديثك ضعيف كأه ما لدني شكرا اختلط المحدثون لك محدثين توي اسكو خلافين منهم من قال خير دايين حضوب حديث ضعيف ياي ومبهن كوي كلامك بلن خارة وحيدها من فضائل الأعمال ولوصل دني شنكرا وترغيب هي إيدي جرين أعمال حتى قولك هذا قادم شروط شرع أباكو حيران وحاكمنا أن يندرج تحت أصل المعمول يعني إنه حديث كان ضعيف كأه إنه هوصله أصل لغو عمل فري وقرآنه أجل قرآنه أما حديث صحيحة أما حصل أقول لك يجيسه وإنه معين سوك لأوليه هو وقلب كان سورة قلب كان لبار وإنه سم ضعف ديسه ترد هاي وضعف شديدة وإنه سم أهين قلب كتبعات وإنه هو اليوم بصيغة التمريض في غير قام حنوسم هو وحال وليه شوكيا وحال شيء قيل وحال يلي قالوا كان وامد فكلا وإلا عبايو أوضطه هذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري ضعفه الإمام مسلم فيه أبو بكر بن أبي مريم فيه ابن لهيعة فيه وفيه لكع بن لكع وحاصرا إن مكان ليلانه وحديثك أمد الله عبايو صدوك له وإنه تمغيبياتك هي حقائك هي وحيارها الجنبة هي النارسة هي الدجال هي النار العيسى هي يأجوج ومأجوج هي قبر الوحى وظلم ظلم دونه هي قيام ربي له السال دونه هي وحى صادع دونه وغيرياك وإن سلكها الليل. كل ذلك وحان أغتشد أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام وإلا إلى اليوم ولله الحمد والمنة أمامنا وحنهري أن البخاري صححه الإمام البخاري مسلم صححه الإمام مسلم سرتي قل هفي قل تحجري علماء إلهي أفري علماء الرجل أبوتن بلي شيخ الباري رحمة الله تعالى عليه وملك أبوتن بلي هدنا أي شوغان أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وشفاه الله وعافاه هي علماء صور الملك أي شوغان محدثين تاء وأنا سوكو بكريم مكا حديثك وإنا روح جاري ومكا الله النبي محمد بايرين يسوس هذا الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسوى قيت مرض وربينا تمامه الأصل في العبادات الحذر والتوقيت عبادة مكا لقاها الليوم وحياة أولاتان عبادات لقاها الليوم وممنوع وإن لقى استاجاء يحتاج إلى دليل العبادة تفتقر إلى دليل عبادة وحيوبة همتعين أما هم قصار احتقاق قولية عملية فعلية وحالة واحدة هم قصير قواعدة في الإسلام بصورة فقير ما كلاها الله وحيوبة همتعين دليل بأوبة همتعين إذن عبادة وحيوبة همتعين عبادة وحيوبة همتعين دليل
الدليل إثبات الدليل حي روا وحي الله اللي هو عقلي هي عرفي هي وانه هي وضي هي كشف الذي سيدي هي نواجي ضعيفة هي عذاب التقاليد وحاسوبا شديد لمرة مركة لها اليوم باب العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبي عليه الصلاة والسلام وعليه فك قصة ضرع دين سيدة وعن أنه أغين وعن كمير أهين وآمن أمر وجه ولا مدفع. نبي صلى الله عليه وسلم وعليه فك عبادة هي عمل هي فعل لا إمامة أين الدليل إسلامك آمن أنه أمر وجه ولا مدفع. قلنا له بيك صلى الله عليه وسلم مكة تأخذ بين يوم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل أبو شيخ ورل الشيخ وأبو رمضان أبو في عن أبو حقيقة بلا كتاب الله وضل مرنا وضل نبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد جمال الله قد كانوا ودين لغو على وجه العبادة وغو صدرنا وحاقو الشربران وحاقو الشربران بالعبا يا أبو شربران بالعبا يا أبو شربران. ولذلك يا نبي إبراهيم بلن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حتى ويعليك ونبي نوشيك اليوم صلى الله عليه وسلم والسنة نكون لك إن يسهل فضي السنة بابي تمسكوا بها جو الزنباك يكون قبطبا كإلالية وحبا جبار لقدت صدري بابا ديجة كده في مسلم من حديث أبي هريرة ونبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. في صحيح مسلم في الله آخر الزمان وحيمان دونا تقدام بلا دجالين كذابين وحيمان دونا الأحاديث أيضا إذنك هي أبيالك من أين المقل إذنك هي كواسة إذنك لديني إذنك لديني يينا إذا ضمن أو إذا فرمين إذا الحديث معنا أعد أيها الناس إني تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه وسنة صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أنت أنك أهمي وعمر أوليه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قدرت. عمر أوليه ذو حجر الأسود كمن كبير أيو يريه وأن أوليه إنا تريد أقع نأتي ضر يقبلنا أن يعلن الكريم نأصلا أليس وشيري كريم حدينا الشيء هذا كفت إيه إلى الأركي نبي محمد وقل كان ليا كما بردو كريم أفعن سرين أفعن سرين نبي صلى الله عليه وسلم متابعته اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود كما في الدارم أبيك رئيف ربرا ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. عبد الله بن مسعود هذا الذي سواك منها هذا برافو تريد لسلك كتان ومساجدنا أين حتى تنين وحاول يعني وحكتك السنة النبي صلى الله عليه وسلم
sunnada nabiga haddii aad ka tagtaanna waad baaday badbaadiyo wadeen. idan waxaan leenahay alaslu fi lcibaadati lxamar, cibaadada asal waxaa laga doonayaa gudniinka ishtaag. alaslu fi sifati lcibaadati lwakt, hadday xataa daliil qaabka cibaadada aad u samaynayso iyo shardiga cibaadada aad ku xirayso iyo cibaadada waxaa gurinaya iyo cibaadada aad zaman aad ku xirayso iyo cibaadada aad makaan ku xirayso iyo cibaadada sabab mucayana aad u samaynayso cibaadada qadar mucayana aad u samaynayso, waxaa leenahay laa yajuuzu inshaa cibaadatin ilaa bidaliil, ma banaano cibaado inaad samayso ilaa bidaliil. walaa yajuuzu rabtuha bizamaanin aw makaanin aw wasfin aw miqdaarin aw sababin ila bidaliil, ma banaano cibaado inaad ku xidho zaman waqti makaan meel tilmaan qaas qadar in aw sabab ilaa wa in daliil loo helo. kadalika sidoo kale inadaba waxana cibaadada waxanay ku burtaa ma banaano ilaa bidaliil. qabso qaaciyadan cajiibka ah, falcibaadatu aslan wa zamaanan wa makaanan wa sababan wa shartan wa mubtilan wa miqdaaran kulli sulada waa waqfun cala aladilati alshar'iyati alsaxiixa. cibaadada asalkeeda iyo zamankeeda iyo waqtigeeda, makaanka lagu samaynayo, sababka loo samaynayo, shardiga ku xidhan, waxa gurinaya iyo qadarkeeda markii laysku soo daro kulli isu soo duuduubo waa waqfun cala daliil. waxay u baahan tahay maxay daliil bay u baahan tahay. haddaan inta aan kaarnay oo cibaado walba ay u baahan tahay daliil u baahan tahay ma jiro. haddaba qof cibaada daliil la-aan cibaadada laga aqbalayo ma uu jiro. maxay kusoo dejiyeen bisha shacbaan magaceeday kasoo bilaabeen? waxay dhaheen anas bin maalik baa wuxuu nabiga kama sal alay wasalam yihi xadiis ma garanaysaan waxa bishan shacbaan loogu magacaabay, liannahu yatashacabu fiihi khayru kasiir, khayr badan baa ka kala baxbaxa bay dhaheen. ma taqaanaan bishan waxa roosaan loogu magacaabay? sidaa daraaddeed ayaa axaadiistaasoo dhan waxaan arkaynaa inay yihiin axaadiis mawduuca, inama sumiya shacbaan liannahu yatashacabu fiihi khayru kasiiru lisaa'imi fiih xataa yadkhul ljanna. xadiidkaasay kasoo bilaabeen bishii magaceedii bay kasoo bilaabeen. xadiidka xataa daciif maaha, waa mawduuc akhrajahu raaficiyu fii taariikhihi taariikhi qadwiin can anasin rawaahu ayda abu shaykh ibnu xibbaan bilafdin kada yaa ku jira nin la yidhahda ziyaad ibnu maymuun saaxibu lfaakiha wahuwa kadaab, nin kadaab habeen badan baa ku jira. idan haddaasa qofku u deliishanaya xadiidkaasi shacbaan saasaa loogu magacaaboo nabiga loo tirinayaa, waxaan leenahay haada mawduucun wamakzuubun calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam. waxaad ka fiirisaa asilsilata daciifa sheekh albani wadaciifu ljaamic intaba ka fiiri. walidalika ibnu xajar alcasqalani kitaabkiisa fathulbariga juska afraad safxada 233 wuxuu ku leeyahay markuu kasoo sheekeeyey arrintaas iyada ah ayaa wuxuu yidhi khayrkeenna waa la sheegay, macnaheedi buu sheegay cumdatu bukhaari asagana hadal asagana noocaas oo kale ayuu marka leeyahay. waxay dhaheen bisha shacbaan fadli bay leedahay, naxam fadli bay leedahay, laakiin fadliguu nebi maxamed sheegay mid aanayn ma sheegi kartid. markaasu waxay dhaheen rajabu shahru allah wa shacbaanu shahri wa ramadaanu shahru ummati
فمن صام من رجب يومين فله من الأجر ضعفان ووزن كل ضعف مثل جبال الدنيا. وهذا الحديث ويذهل وعلنا ليس هذا حديثا أحاديث أن صوش المي يقوى الله مثل أن كسر المي كسر ما تمني محمد فنعم أما إنا تشعب كان سودة جيسسو كسودة جيسسة أحاديث أدير النبي كبير أبو رمية علنا حديث كان وموضوع قال الشوكاني هو حديث موضوع وفي إسناده أبو بكر الحسن النقاش وهو مجتهد والكسائي مجهول. تدرج الإمام الشوكاني أي وعليه حديث كوال الدتشيي نبا كان في سكسة مريسي نبا أوفي كيعي وحكو كرميلة أبو بكر بن الحسن النقاش وأنا متهمة في عدالتي مثلا أنا إذن حديث كرماها حتى ضعيفة وموضوع كلا الحافظ العراقي الذي في شرح الترمذي حديث ضعيف جدا وانا مراسيش حسن بولي هاي مراسيش محديث كان مرسل كوحصل كل سوريه وهي بولي هاي مركب بولي هاي مراسيل حسن لا شيء عند الحديث ولا يصح في فضل رجب حديث بولي ورجب الله هل حديث وبيش أصعد أبناء ورجب هاي وكأن صحي فضل هذا مجره أحاديث أي كبرا أيا لدكين يا شهر شعبان شهري ورمضان شهر الله وشعبان المطهر أما المطهر ورمضان المكفر حديث كاتي موضوع الإمام الديلمي وحليه هاي أسوك سوينا وحليه هاي يكل إلى هذا إنه غرب وحجازي ضعيف كشف الخطأ هذا على مرينا يا ذاتك ماشي كل شيء دقي سنة يا مرأة كلمات يمرون بأنفعني أما إلا يتهدون الحديث هو ضعيف وكفرا لكن إن الله قال المناوي في فيض القدير وفيه الحسن بن يحيى الخشني قال الذهبي تركه الدار القطني على ما يقال ما أنفعني أنا وقرم هيا وحلينا أيها الإخوة وأيها الأخوات انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شيء او كل شيء بش شعبان كبرا لما تكيري كرام حديد الصغير هاي شيء المي ايام وفرا اما بش الا هو خصيص عبادة معينة اما صلاة معينة صلاة دونية هي اذكار دونية هي دعوية قولية إلا هو خصيصة أما اللي هو قولي يلو أما اللي هو قار يلو وأوسى النبي محمد أغين صلى الله عليه وسلم وبدعة مع كبيرة نصف الشعبان حديث بانقصة المعنية وحيا راهي كانها وحاكمدة وحيد إذا كانت ليلة نصف الشعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا هذا ذلك السلام الله مبأ من سلام إلهي سبحانه وتعالى إن كرنا بشيك مبأ من سلام مرة قام ريان وحا إشيك ريان هذا حديث كما قال أوامره بل ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خافك إلا شيئا رواه ابن ماجه وفي سنده أبو بكر بن عبد الله محمد بن صبرة من القرش العامري المدني أصدقنا ملك عيسى لسوق في عبد الله والليلي محمد والليلي من كاس أيا كجي من كاس أيا كجي حلنا هذه الخلاصة حديث نبي أشيئا صلى الله عليه وسلم وأن رضو الرمي انت ايام مغفرا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
عبادة لغو خاسيه كروه أبينك شرية طولنك شعبان من أين أتيت حاجتك أنت حاجتك أنت هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ممثل يا رائد هنا عجيبك وعاكمل وعدا في ليلة النصف من شعبان إلهي يقول الله الله ملك الموت ملك الموت هبينك أقف بل مجد مغلعه هبينك أقف ما انتظر قف شد انتظر كيسان صعبا معها أعوذ بالله ما أبقى هي النفوس ما أبقى هي النفوس ورأسلي زي ما قلت يا الإخوة راضي مغرب بريد شوفته سيارة انت أغلق يا عينين علماء وتكر أكل مخفك شخصين جوليبي لغير كل واتشوغان ولعل إلى أي وصيدة بيسوان أمثلويك هي تسالويك أي علمه إنت بدل عيسين في المعمال إلهي وحكبر سبحانه وتعالى التوفيق والسداد كلمة إذا أرجع عليك يا شاعري وجزاكم الله خيرا مبارك إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ عبد الحفاظ مغرب خصوصا شيء وعرفينا المركز إن شاء الله تعالى بعد المخرج ولا لها ميسون غير شيخنا وقف